متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم على منصات بنكير وجوله جديده في اسواق المال والاعمال والطاقه حول العالم وكل جديد اليوم الاثنين 26 يونيو 2023. والبدايه بالعناوين: المركزي الصيني يضخ سيوله في النظام المالي ب 34 مليار دولار. كوريا الجنوبيه تطلق صندوقا ب 229 مليون دولار لصناعه الرقائق. مؤشر نمو الاقتصاد الالماني ينخفض للشهر الثاني على التوالي. بوتين يمد إجراءات التعامل مع سقف أسعار النفط حتى نهاية 2023. دوتش بانك يؤكد لعملائه اختفاء بعض الأسهم الروسية. بانكير نبض البنوك. واصل البنك المركزي الصيني الاثنين ضخ السيولة في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة. وقال بنك الشعب الصيني أنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 244 مليار يوان وبسعر فائدة بيبلغ 1.9%. قررت كوريا الجنوبية إنشاء صندوق برأس مال 229.25 مليون دولار لضمان سلسلة القيمة المستقرة لصناعة الرقائق من خلال تعزيز قطاع الرقائق المنطقية وشركات قطع الغيار والمكونات ذات الصلة وفقا لما قالته وزارة الصناعة. وتعهدت شركة سامسونج للإلكترونيات وشركة إس كي هاينكس 57 مليون دولار على أن يقدم بنك التنمية الكوري والبنك الصناعي الكوري والعديد من الكيانات الأخرى 75 مليار ون أخرى من تمويل السياسة للصندوق الأم وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. أعلن المعهد الاقتصادي الأكبر والأهم في ألمانيا إيفول إثنين أن مؤشره لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا سجل في يونيو الماضي انخفاضا للشهر الثاني على التوالي من 91.5 نقطة في مايو إلى 88.5 نقطة. وقال رئيس المعهد في مؤتمر صحفي بمدينة ميونخ جنوب ألمانيا إن الضعف الذي يعاني منه القطاع الصناعي يدخل الاقتصاد الألماني في مياه ضحلة، موضحا أن مدراء الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسطة ينظرون إلى أعمال شركاتهم بارتياب. مدد رئيس روسيا فلاديمير بوتين الاثنين إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية والذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023. ودخل سقف السعر على النفط الروسي الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة الدول السبعة الصناعية وأستراليا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الماضي. أخبر دوتش بانك عملائه أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية التي تخصهم، مما يبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون العالميون لاستعادة الاستثمارات العالقة في الشركات الروسية. وقال أكبر بنك في ألمانيا في مذكرة مؤرخة في 9 يونيو واطلعت عليها رويترز أنه كشف عن نقص في الأسهم التي تدعم شهادات الإيداع التي أصدرها البنك قبل بدء أزمة أوكرانيا، وتم حيازة الأسهم في روسيا من قبل بنك إيداع مختلفة. وبحسب المذكرة أرجع دوتش بانك النقص في الأسهم إلى قرار موسكو بالسماح للمستثمرين بتحويل بعض الأسهم إلى أسهم محلية، وتم إجراء التحويل دون تدخل أو إشراف البنك الألماني، ولم يتمكن دوتش بانك من التوفيق بين أسهم الشركة وشهادات الإيداع المقابلة لها. وبكذا تكون خلصت نشرتنا، كانت معكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.